بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد شهد العالم في 24 من هذا الشهر جريمة متكاملة الأركان في العراق، ألمت بالراقدين في مستشفى ابن الخطيب في بغداد ممن هرب من الموت اختناقا بالفيروس، ليتفاجؤوا وهم عاجزون عن الحركة بالنيران تلتهمهم والدخان يخنقهم وهم على أسرة الشفاء. فبدل أن يتعالجوا في المشافي الحكومية، خرجت جثثهم محترقة متفحمة، لتكون هذه الفاجعة الأليمة شاهدا مؤلما على أن ساسة العراق الحاليين لا يملكون من الإنسانية شيئا، وأن حقوق العراقيين وحياتهم في ظل تسلط هؤلاء معدومة بكل تفاصيلها وأجزائها. إن فاجعة مشفى ابن الخطيب ليست بسبب أزمة المشافي في العراق وحسب، بل هي أزمة وطن. تولى زمام أموره شلة من الجهلة واللصوص والقتلة أهلك الحرث والنسل، حتى جروا العراق وأهله إلى واد سحيق تتساقط عليه مصائب الدنيا وجحيمها. ولأن هذه الفاجعة أليمة ولها أبعاد سياسية واجتماعية ونفسية، فإن الميثاق الوطني العراقي وهيئة علماء المسلمين يعقدان هذه الندوة لبيان الجريمة وأبعادها السياسية. ولذلك جاءت الندوة بعنوان: جرائم النظام السياسي في العراق، مستشفى ابن الخطيب أنموذجا. ونستضيف في هذه الندوة كل من الأستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، والدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. ونبدأ ندوتنا هذه ببيان وقائع الجريمة وموقف الميثاق الوطني العراقي منها، يقدمها الأستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، فليتفضل مشكورا. شكرا لكم وأسعد الله أوقاتكم. إن حادثة احتراق مستشفى ابن الخطيب الأليمة هي فاجعة كبيرة أصابت الشعب العراقي في شهر فضيل، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما دامت السلطات الحكومية وأحزابها الفاسدة تقود العملية السياسية الحالية. وإننا في الميثاق الوطني العراقي نعد هذه الكارثة بأنها جريمة حكومية بحق المرضى الذين اضطررتهم شدة المرض نتيجة لإصابتهم بوباء كورونا إلى اللجوء إلى المستشفى، ومنح الثقة لوزارة الصحة الحكومية والبيئة والمؤسسات الحكومية الأخرى على أرواحهم وأجسادهم، فكانت النتيجة أن يحترقوا فيها بدل أن يتشافوا من مرضهم، حيث انفجرت اسطوانات الأكسجين داخل مشفى ابن الخطيب في بغداد، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل التهم المرضى الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم لأنهم في غرفة العناية الحثيثة وهم على أجهزة التنفس بسبب حالتهم الحرجة، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 شخص من المرضى حرقا، وما يقرب من 100 شهيد، والحصيلة للأسف في زيادة لأن أغلب المصابين هم من الدرجة الأولى ضمن تصنيف درجة الحروق لهم. إن انهيار الواقع الصحي وهجرة الأطباء من العراق هي ضمن مخطط التدمير للعراق التي تنفذه السلطات الحكومية منذ 18 عاما، لأنها بالرغم من الميزانيات المالية الكبيرة التي دخلت إلى العراق سنويا عن طريق بيع النفط العراقي، إلا أنها لم تستطع أن تؤهل المؤسسات الصحية ولم تحافظ عليها، إنما في انهيار مستمر التي قد تم بناؤها في عقود ماضية، لأن العراق لم يشهد على أيادي هذه الأحزاب بناء مستشفيات جديدة تتناسب مع التطور العلمي
في الاهتمام بالأمن الصحي للشعوب، وهذا ما يؤكد أن هناك عملاً ممنهجاً في تدمير المؤسسات الصحية العراقية، وهو يتماشى مع إرادة النظام الإيراني الذي أصبح المستفيد الأول من هذا الانهيار للسيطرة على مقدرات وزارة الصحة ضمن عقود مالية أغلبها وهمية. يساعده من يمسك زمام القرار السياسي والإداري لوزارة الصحة، وهم بصراحة نقولها هم أتباع مقتدى الصدر، وتحديدا أحد أتباعه وهو حاكم الزاملي المتهم باختطاف الدكتور علي المهداوي من داخل وزارة الصحة وتغييبه إلى الآن. فهم أصبحوا يحمون أصنام الفساد في وزارة الصحة لأنهم شركاء أصليون في تدميرها. إن فشل العملية السياسية الحالية في العراق من خلال أحزابها وميليشياتها من بناء قدرة وكفاءات المؤسسات في مواجهة الصدمات، وأن لا تكون منتجة للأزمات والكوارث الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، لأنهم لا يعون ولا يفهمون مفهوم المصفوفية الأمنية في بناء الدولة، فهم غير قادرين على التفريق بين أمن السلطة ومفهوم الأمن الوطني الذي يشمل الأمن الصحي والأمن الغذائي والأمن الاجتماعي والأمن البيئي وغيرها من هيكلية الأمن الوطني الحقيقي. ولهذا أخفقت العملية السياسية منذ عام 2003 إلى الآن في بناء نظام سياسي يعتمد على تحديد الأولويات ضمن معايير الحوكمة والرقابة والمحاسبة والقدرة على الإدارة والتنظيم وحل المشاكل. لهذا فإن الميثاق الوطني العراقي قد صنف هذه الحادثة بأنها جريمة حكومية في بيانه. وهنا لا بد أن نبين لماذا يصف الميثاق الوطني العراقي حادثة مستشفى ابن الخطيب بالجريمة الحكومية. حدد الميثاق الوطني العراقي إن احتراق مستشفى ابن الخطيب بأنها جريمة حكومية وليس تقصيرا أو حادثا عرضيا، وبالتأكيد هو يمتلك معطيات مهمة في هذا الإطار سنأتي على ذكرها. لأن قوى الميثاق الوطني العراقي منذ اللحظة الأولى للكارثة شكل خلية متابعة لتقصي الظروف الموضوعية التي أدت إلى هذه الكارثة التي أوصلته إلى اختيار أنها جريمة حكومية تتحمل حكومة الكاظمي ووزارة الصحة كامل المسؤولية عنها ويتوجب حسابهم وإقالتهم. المعطيات الموضوعية لجريمة احتراق أو إحراق مستشفى ابن الخطيب: أولاً، اسطوانات الأكسجين من المعلوم أن الغاز الذي فيها لا ينفجر وهو لا يشتعل لكن يساعد على الاشتعال، وإن اسطوانات الأكسجين لا تنفجر إلا إذا تعرضت إلى درجات حرارة عالية بواسطة عامل خارجي. فكيف انفجرت اسطوانات الأكسجين داخل المستشفى؟ إذن نحن أمام جريمة جنائية وليس حادثا كما تريد أن تصنفه السلطات الحكومية الحالية. ثانيا، عدم وجود نظام استشعار للحريق في المستشفى وهو الإنذار المبكر، مع عدم وجود إطفاء مركزي داخل المستشفى، مع أن المركز أو المستشفى هو مركز رئيسي لحجر مرضى كورونا، والعالم اليوم يهتم بهذه المستشفيات لأنه يوميا يتعامل معها، وكل حكومة تفتش منشآتها وتفحص الحالات التي تصل إليها لمعرفة تطورات الوباء وتصنيف الدرجات التي يمر فيها المرضى. فلماذا لم يتم فحص وسائل السلامة للمستشفى مع أن أجهزة الإطفاء
ووسائل السلامة أكثر من جهة حكومية تشترك في متابعتها، ومنها وزارة الصحة المعنية في إدارة المستشفيات، ومنها مؤسسات الدفاع المدني التي تفتش عن المنشآت الحكومية وحتى المنشآت المدنية الأخرى الخاصة في توفير مستلزمات السلامة المدنية، وفي مقدمتها وسائل إنذار الحريق المبكر والإطفاء اليدوي والإطفاء الذاتي. وبالتالي هناك أيضا هيئات لمراقبة تنفيذ هذه الأعمال كما تدعي السلطات الحكومة الحالية، منها ما يسمى بمكافحة الفساد، لجان النزاهة، لجان المتابعة، كلها معنية في تفتيش هذه المنشآت، ليست فقط المستشفيات إنما حتى دوائر الحكومة والمؤسسات مؤسسات الدولة. ثالثا، اعتماد المواطنين على أنفسهم في إنقاذ المرضى بسبب عدم وصول فرق الدفاع المدني الحكومية. يعني كلنا شاهدنا كيف ذوي وسكان المحيطين بالمستشفى هرعوا لإنقاذ المرضى داخل الحريق ورموا بأنفسهم، وهذه حقيقة تضحية تثبت أن الشعب العراقي حقيقة صاحب مروءة وصاحب نخوة، ولن يتخلى عن مساندة بعضهم للبعض. كيف انتشلوا وهم كانوا سبب في إنقاذ ما يقارب 100 جريح إلى الآن وأعداد أخرى لم يصلهم الحريق، بسبب هؤلاء الذين هرعوا إلى مكان الحادث وإلى مستشفى ابن الخطيب فأنقذوهم. فلماذا كل هذه الفترة في طوال مدتها لم تأتي الجهات الحكومية ومنها الدفاع المدني ومنها قوى الأمن الحكومية إلى مستشفى ابن الخطيب من أجل مساعدة إنقاذ المرضى داخل المستشفى من الحريق؟ وبالتالي هذا يؤكد على أن السلطات الحكومية ليست مهتمة مطلقا بأرواح المرضى، مما يؤشر لدينا أن هناك تعمدا في عدم سرعة إنقاذ المرضى، وهذا التعمد واضح تماما من خلال عدم وجودهم أثناء الحادث. رابعا، الإجراءات الحكومية مع المتهمين، وهي في أقل الأحوال أنهم مقصرون. إذا ما أردنا أن نقول أن الرواية الحكومية أن هؤلاء مقصرون في أداء واجبهم، كانت متساهلة جدا، ولا سيما أنها إلى الآن لم تعتقل وزير الصحة ولا الجهاز الإداري الخاص بالمستشفيات ولا الإدارة المركزية للصحة المشرفة على هذه المستشفيات، ولا كذلك مسؤولي المتابعة من الدفاع المدني الخاصين الذين يتابعون بوجود إطفاء الحريق وأجهزة الاستشعار وربط منظومة الإطفاء المركزي. كل هؤلاء لم يتم اعتقالهم، مجرد اكتفت الحكومة بسحب الأيادي، وهذه حقيقة يعني تكريم لهم، مؤكد على أن هذا تكريم لهم وليس معاقبة لهم، لأن هؤلاء ببساطة يحتمون بأحزاب فاسدة هي تشرف عليهم، وبالتالي ميليشيات مسلحة تدافع عنهم، والحكومة عاجزة عن إذا لم تكن متواطئة مع تلك الميليشيات والأحزاب التي تقود وزارة الصحة، وبالتالي هي تتخلى عن محاسبتهم. وهذا يؤكد حقيقة على أن الحكومة متواطئة مع الجريمة، بل يؤهلها أن تكون مشاركة فيها بالكامل. لذلك فإن جريمة إحراق مستشفى ابن الخطيب هي جريمة حكومية ضمن جرائمها التي تمارسها بحق الشعب العراقي، لأن الإفلات، سياسة الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة والرقابة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، هناك قوانين تنص على محاسبة هؤلاء، تؤكد على أن الحكومة متواطئة وشريك أصلي مع هذه الجرائم. لذلك حقيقة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه الكوارث لن تكون الأخيرة، للأسف الشديد نحن أمام قمع حكومي كبير لا يتعلق فقط بهذه الكارثة، فالآن المتظاهرون أيضا يقمعون، وقد رأينا كيف دهست أحد عجلات وزارة الدفاع للجيش الحكومي متظاهرا سلميا، وكانت العجلة واضحة بأرقامها ويمكن معرفة الجنات، وإلى هذه اللحظة الحكومة لم تعتقل هؤلاء. هذا يؤكد حقيقة أن نحن أمام جريمة منظمة تستهدف الشعب العراقي، سيبقى هذا الدم مسفوكا
للأسف الشديد ما دام العملية السياسية وما دام هذه الحكومات والأحزاب الفاسدة هي التي تقود البلد. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ عبد القادر النايل على ما قدم من بيان ووصف لأحداث الفاجعة الأليمة وموقف الميثاق الوطني العراقي منها. والآن مع الورقة الثانية والتي ستكون عن تداعيات الجريمة على النظام السياسي القائم في العراق، ويقدمها الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي دكتور ثامر على هذا التقديم، وأشكر الأستاذ عبد القادر النايل على ما قدم، فقد عرض لهذا الموضوع وذكر لنا التفاصيل وأبان لنا عن موقف الميثاق الوطني العراقي من هذه الجريمة التي عدها الميثاق جريمة حكومية، وهذا هو الوصف المناسب لها. لا يمكن وصف هذه الجريمة إلا بهذا الوصف، أوصاف الشدة والإجرام وغيرها يعني ممكن أنه تستخدم في هذه الجريمة، ولكن في نسبة الجريمة إلى فاعلها وهي الحكومة، سواء كان هذا الفعل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، قتلا عمدا أو خطأ أو بالتسبب، بغض النظر عن كل هذه الأسماء والتي سنسمع كثيرا منها خلال الأيام القادمة في سياق إيجاد الأعذار للإدارات الصحية والسياسية، هي جريمة حكومية كاملة الأركان. المسؤول الأول والأخير عنها النظام السياسي القائم في العراق بعد الاحتلال بشكل عام، وهذه الحكومة حكومة الاحتلال الثامنة بشكل خاص. من هذا المنطلق يأتي الحديث الآن عن تداعيات هذه الجريمة على النظام السياسي. وكلمة تداعيات هنا إذا قلنا بأنها ستؤثر شيئا ما على النظام السياسي فسنكون في مظهر المتفائل، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود تداعيات الجريمة على الشعب العراقي بشكل عام، وعلى زيادة الأدلة والوقائع المحسوسة على مدى إجرام هذا النظام السياسي. وإلا هذا النظام السياسي لو حدثت في بلد آخر كارثة أو جريمة كهذه الجريمة لتخلخل النظام السياسي على الأقل، لقدمت استقالات وجرت مساءلات وحدثت ثورات، وتبقى القصة يعني تدور على مدى سنوات، لأن حدث ليس هينا، 200 شخص بين قتيل وجريح في حريق بسيط في مستشفى الأصل فيها أنها تعتمد على الأكسجين لأنها تعالج المصابين بجائحة كوفيد-19. هذا أمر أول. أمر ثاني، هذا الأمر يقتضي من الحكومة والنظام الصحي إن كان موجودا في العراق أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بالاستعداد لوقائع أقل من هذا خطرا. انقطاع الأكسجين مثلا فقط، ورأيتم في بلاد أخرى انقطاع الأكسجين ووفاة عدد من الأشخاص أحدث مشاكل كبيرة وضجة كبيرة في عدد من البلاد العربية، لا نتحدث هنا عن البلاد الغربية، فما بالكم بحريق، وهذا الحريق يبدأ صغيرا لا يتم التعامل معه بالطريقة المناسبة، ثم يكبر بعد ذلك ويلتهم طابقا كاملا ويقضي على الراقدين فيه حرقا أو خنقا أو بأسباب أخرى، ولا أدخل في التفاصيل فقد تفضل الأستاذ عبد القادر النايل بذكرها. ولكن أقول هذه الحادثة المؤلمة التي نجتمع اليوم في هذه الندوة المشتركة الخاصة بين الميثاق الوطني العراقي وهيئة علماء المسلمين في العراق لأهميتها، جرائم كثيرة في العراق، ولكن هذه الجرائم بدأت تتطور لأن تأخذ أشكالا أخرى وخطيرة جدا، ومنها جريمة مستشفى ابن الخطيب. أصبح العراقي الآن غير أمين، يعني لا يأمن على نفسه حتى في الأماكن التي يذهب إليها من أجل أن يأمن من غائلة الخطر وغائلة المرض وما إلى ذلك. فلم يبقى أو لم تعد الجرائم هي القتل المباشر كما يقولون بالدم البارد، كما حدث قبل أيام في ناحية الوحدة، وكما حدث كثيرا على مدى السنوات 18 الماضية، وإنما أصبح القتل الآن على أسرة المستشفيات لخطورة هذه الجريمة،
ولأهمية المواقف التي ينبغي أن تؤخذ كانت هذه الندوة. ما جرى في مستشفى ابن الخطيب وما سمعناه الآن من تفاصيل يذكرني بعبارة سمعتها من طبيب وداعية رحمه الله، هكذا جاءت على ذهني وأنا الآن جالس معكم، تلخص لنا الوضع القائم في العراق وواقع النظام السياسي، وهو الدكتور الداعية وجيه زين العابدين رحمه الله في حفل للمولد النبوي قبل الاحتلال وتحديدا في أحد مساجد عامرية الفلوجة، كانت الكلمة الأولى للدكتور وجيه زين العابدين، وهو رجل داعية وكان كبيرا في السن في وقته وتوفي بعدها بقليل. قال رحمه الله يتحدث وهو يتحدث عن النظام السياسي الذي قام بعد انتهاء مرحلة الاحتلالات أو ما يسمى بالدول الوطنية من سنة 1924 سقوط الخلافة العثمانية وحتى الزمن الذي كان يتحدث فيه. تحدث طويلا ثم في الأخير قال هذه ثمرة خبيثة قد حان الأوان لقطفها ورميها، وقالها بعبارة أخرى أقرب ما تكون أنقل بالمعنى الآن، إلى متى تبقى هذه الثمرة الخبيثة؟ فلاحظ يتكلم عن نظام أنظمة وطنية جاءت بعد مرحلة احتلال، لم تكن في حالة احتلال، أنظمة مستقلة علقت عليها الشعوب الآمال الكبيرة، ولكنه كان ينظر إلى بعد آخر وهو غلبة البعد الوطني بين قوسين البعيد عن المعاني الإيمانية والمعاني التي تحافظ على ثقافة وحضارة وسلوك المجتمع العربي والمسلم. فما بالنا بهذا الزمن في زمن الاحتلال؟ إذا كان ما قبل الاحتلال ثمرة خبيثة من 1924 إلى 2003، فما بالكم، هو يتحدث عن العالم الإسلامي بشكل عام طبعا، فما بالكم بالثمرة بعد الاحتلال؟ للأسف هذه الثمرة ليست ثمرة خبيثة فقط الآن، وإنما أدع لكم الوصف، لا أستطيع أن أصفها الآن، ومع ذلك نجد من يتمسك بهذه الثمرة الخبيثة، نجد من يحرص على هذه الثمرة الخبيثة حتى من تلاميذ الدكتور وجيه زين العابدين. لما هذا الحرص؟ لما هذا التمسك؟ لما هذا الإصرار على هذه الثمرة الخبيثة؟ لأنها تمثل شيئا ما للمتمسكين بها، هذا الشيء هو محاولة لإثبات صحة الخطأ الكبير الذي ارتكبوه قبل الاحتلال وأثناء الاحتلال وبعد الاحتلال في التعاون والتعامل والمشاركة مع الاحتلال الذي أوصلنا التي أوصلتنا هذه إلى هذه الحال وإلى هذه الجرائم بعد 18 عاما من الاحتلال. إذا النظام سياسي قائم على أساس تبرير الجرائم، يقوم بالجرائم ويدافع عن الجرائم ويبرر الجرائم ويجد الأعذار للقائمين بها، وكما سمعنا من الأستاذ عبد القادر النايل سحب يد الوزير، سحب يد مدير صحة الرصافة، سحب يد فلان، شو المصطلح سحب اليد؟ وتحقيق بعد يستمر 7 أيام، والنتيجة ليش ماكو إقالة مباشرة؟ طبعا ماكو إقالة مباشرة، احنا نسأل هذا السؤال ونعرف الجواب، لأنه لا توجد حكومة حقيقية في العراق، لا يوجد نظام سياسي حقيقي في العراق، ولا يستطيع لا رئيس وزراء حكومة الاحتلال الثامنة ولا غيره إبعاد وزير، لأنه قائمة الحكومة على أساس التوافقات الحزبية المحاصصية الطائفية والعرقية، لا يستطيع، لأن الكتلة التي رشحت هذا الوزير لن تقبل. طيب الكتلة اللي رشحت هذا الوزير اللي هو أو هو قريب منها، خلنا نحتاط نخليها العبارات، نأت بنفسها، ورئيس الوزراء يسحب يده، إذن هذا الوزير على أي جهة محسوب الآن؟ لما يختار الوزراء في مجلس النواب معارك، وفي الأخير يتفقون على نظام السلة الواحدة اللي يقضي على آمال بعض العراقيين اللي يؤملون إلى الآن العملية السياسية. فإذا راح تنتهي 7 أيام، يغلق التحقيق وترتب القضية، والآن أكو أسماء من الآن مرشحة لخلافة هذا الوزير، لكن بأي طريقة؟ بطريقة سحب من الكتلة ثم ترشيح شخص آخر يسوي لنا جريمة بعد مدة وهكذا.
وليست إقالة وعقوبة وما إلى ذلك وما يتبع في الأنظمة التي تحترم نفسها. إذن التداعيات ينبغي أن تكون كبيرة ولكنها ليست كذلك. لكن من الناحية المعنوية حادثة ابن الخطيب على ألمها وعلى بشاعتها وعلى كل ما جرى فيها وعلى كل الألم الذي سببته للعراقيين، ولكنها كما يقولون دقت مسمارا آخر في نعش النظام السياسي القائم في العراق، ومسمار كبير. بارك الله. ومن هنا ينبغي على الجهات الخارجية سواء كانت متحدة، جامعة الدول العربية، منظمات صحية وإنسانية، تجمعات إقليمية، أن تتعامل مع هذا الحدث بهذه الطريقة. مشكورة جهود بعض الجهات اللي عزت العراقيين، ولكنها عزت من؟ عزت الحكومة، وهي الفاعل. الحكومة المفروض تعز الشعب العراقي. طيب، هذه المنظمات ألا تعيد النظر في طريقة التعامل مع النظام السياسي القائم في العراق، على الأقل فيما يتعلق بجانب الخدمات والجانب الصحي؟ هل هذه الحكومة إلى الآن هي محل ثقة للتعامل معها وتزويدها بالأموال من أجل ما يقال وقف تدهور النظام الصحي؟ طبعا هذه عبارة إيجابية جدا، ليش أكو نظام صحي حتى يتدهور في العراق؟ ما يدخل في الموضوع تكلم عنه الأستاذ عبد القادر النايل. بل حتى عبارة يعني التساؤل عن الأخطاء والتقصير وهل هو خطأ بشري والمتسبب في ذلك، أيضا هذه الأمور كأنه الأمر سليم والنظام الصحي قائم في العراق ويؤدي عمله بشكل جيد، ولكنك تحصل بعض الأخطاء هنا وهنا. وإلى الآن يتحدثون أنه قد يكون فقد أطباء وصيادلة في الحادث. قد فقد، طيب لا تعرفون من الذي مات؟ هي شغلة يعني الكادر الصحي في مؤسسة في مستشفى معروف، غير الموجود معناته أنه أما قتل أو جرح. طيب، إلى الآن لا توجد أسماء، لا توجد أرقام، لا توجد إحصاءات دقيقة، والعدد في تزايد. هذا كله يدل على أنه هذه الجريمة حدثت وهي مستمرة الوقوع وآثارها ستبقى متوالية. نقطة أخرى فيما يتعلق بالتداعيات، جريمة الأمس تطرح على يعني على المجتمع الدولي وعلى الإقليم وعلى الدول العربية التي يسعى بعضها الآن حثيثا لدعم النظام السياسي استعدادا لمرحلة الانتخابات القادمة من خلال التركيز والاعتماد على نفس الأسماء ونفس الجهات نفس الشخصيات مع التغيير بينها. مثلا فلان الفلاني محسوب على الدولة الفلانية، دولة أخرى استطاعت أنه يعني تسحبه إلى جهتها بشرط أن يتخلى عن الجهة التي كانت تدعمه سابقا، ويصير تصير عملية تدوير لنفس الأسماء والجهات والشخصيات. حادثة الأمس تطرح عليهم تساؤلات كبيرة، هذا إن كان هناك من يريد أن يتساءل أو يقف أو فعلا يأخذ العبرة مما حدث. العراقي لا يريد منهم الآن توافقات سياسية، العراقي يريد منهم الآن أمور هي بسيطة بالتعبيرات أو يسيرة كما يقول الناس، ولكنها هي أمور كبيرة وعظيمة بالنسبة للعراق. العيش الآمن مفقود في العراق. طيب، ما الفائدة من دعم عملية سياسية لا تحقق للعراقي هذا العيش الآمن، لا يأمن في مستشفاه الآن؟ فهذه الدول والنظام السياسي العربي الرسمي مدعو إلى إعادة النظر في ضوء هذه الجريمة وجرائم أخرى في طريقة التعامل مع النظام السياسي القائم في العراق. المنظمات الصحية، منظمة الصحة العالمية وغيرها، طبعا هناك جهود إن شاء الله ستبذل بالتعاون بين الميثاق الوطني العراقي وهيئة علماء المسلمين للتواصل مع هذه الجهات من خلال رسائل ستوجه إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة الدولية وجهات أخرى. ولكن ألا ينبغي لنا الآن أن نضغط على اتجاه، وهو أنه على مدى 18 عاما كم أعطيت من الأموال للنظام السياسي في العراق من أجل إصلاح واقع الخدمات التي تقدم للمواطن العراقي، وتحديدا
فيما يتعلق بالجانب الصحي، إلى متى تعطى الأموال للحكومة والحكومة تعطيها لوزارة الصحة بعد أن تأخذ حصة المعروفة والمتفق عليها بين الكتل السياسية، ثم هذه تذهب حذرا. إذا قسنا كم الأموال والأجهزة والمعدات والخدمات والاستشارات والدورات التدريبية التي قدمت لوزارة الصحة على مدى السنوات الماضية، مليارات الدولارات، أين ذهبت هذه؟ إذن علينا أن نضغط على عملية نزع الثقة من النظام السياسي القائم في العراق في كل المجالات، ليس فقط في الجانب السياسي اللي نركز عليه كثيرا، وإنما حتى في الجانب الصحي. نريد أن نأمن أقل ما يمكن، طموح مشروع، لكن أقل ما يمكن الأمن الصحي لمواطن العراق. كيف يكون ذلك؟ لابد الآن من الضغط على هذه المنظمات لانتهاج أسلوب آخر لدعم مستشفيات خاصة بالتعاون مع هذه المنظمات، لإقامة مستشفيات دولية خاصة تقوم بها بعض الجهات داخل العراق، تكون على مستوى على الأقل نأمن فيه أن المواطن عندما يذهب إليه يجد الرعاية ويجد الدواء ويجد الهواء الأكسجين ويأمن على نفسه في هذه المستشفى. وتجارب بعض المستشفيات التي أقيمت في العراق لهذه الطريقة سابقا أثبتت نجاحها، ولكن هناك تراجع وانحسار كبير في هذا المجال، ودعم كبير لهذه الحكومات، الحكومات الاحتلال المتعاقبة، لتعزيز وجودها السياسي فقط. علينا أن ننزع هذه الثقة، وهذا ما يكون إلا بجهود القوى الوطنية المناهضة للاحتلال، لأنه مطلوب عندنا تقديم خدمة لأبناء وطننا. كيف نقدم هذه الخدمة؟ لا نستطيع أن نقوم بها بشكل مباشر، نقوم بالذي نستطيع هنا وهناك، ولكن علينا أن نسعى. الآن إذن أمامنا باب مفتوح كبير جدا للعمل الوطني في هذا الجانب المتعلق بخدمات المواطنين، وهذا طبعا مطروح سابقا ولكن ما كانت الناس تهتم به كثيرا، بل عانينا في سنوات متقدمة أنه صدرت قرارات من بعض الجهات والدول بعدم تقديم أي مساعدات أي خدمات أي إغاثات للجهات غير الرسمية، وحصرت في الجهات الرسمية، الحكومة ووزاراتها، عند حكينا عن الجانب الصحي والهلال الأحمر وما إلى ذلك، فحصرت كلها في الجانب الحكومي، وموضوع الفساد حدث ولا حرج في العراق. إذا صرف 10% فقط مما قدم للعراق في هذا الجانب، كان الآن مستشفياتنا في حال أفضل من الحال الذي نحن عليه، ولكن الأمر ليس كذلك. فإذن من أهم تداعيات هذه الجريمة على النظام السياسي القائم أنها فتحت باباً جديدا للعمل الوطني في هذا الجانب. ومن هنا باسم هيئة علماء المسلمين في العراق وباسم الميثاق الوطني العراقي، نتوجه إلى كل الجهات الدولية والإقليم المعنية بالجانب الصحي إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع حكومات الاحتلال في العراق في هذا الموضوع بعد جريمة ابن الخطيب، لأنه هذه الجرائم مرشحة للإزدياد، مرشح للازدياد، ونحن على أعتاب على أعتاب فصل الصيف الحار جدا كما تعلمون في العراق. فإذا كنا بعد ما دخلنا فصل الصيف حصل ما حصل، فما بالك إذا جاءت الأشهر الحارة التي تساعد على وقوع كثير من هذه الحوادث. إخواني، النظام السياسي القائم في العراق نظام من حيث الأصل متهاوي، وهو ليس نظاما حقيقيا. ذكر بعض الأمثلة الأستاذ عبد القادر النايل اللي يمكن أن تعطي انطباع بأن هذا النظام السياسي نظام حقيقي. لا يوجد في العراق نظام سياسي حقيقي، فإذن هو الآن في أضعف حلقاته، ولكن يحتاج إلى أن نعرف كيف نتعامل معه. وهنا نقطة مهمة، كثير من الناس الآن كأن موضوع المستشفى سيركن جانبا، يقولون سيركن جانبا وتنصرف الناس الانتخابات وننسى هذه الحادثة كما نسينا الحوادث المؤلمة الكثيرة، من حادثة الحويجة، من جريمة الحويجة مرورا بجرائم ما جرى عام 2013 جامع سارية وغيره والرمادي وما إلى ذلك، والجرائم التصدي للمتظاهرين المطالبين بحقهم، وجرائم البصرة، وجرائم كل الجرائم التي جرت وهي كثيرة. سننسى جريمة من الخطيب كما نسينا هذا. عملنا الآن، واجبنا الآن ألا ننسى، ألا نجعل الشعب العراقي ينسى، ولذلك نطالب بهذه الإجراءات ونسعى من أجل تفعيلها. من الأمور الإيجابية التي أعدها من التداعيات الجيدة على النظام السياسي القائم الآن، تغير لهجة الخطاب عند بعض من كان يدعو إلى التعامل مع النظام السياسي بطريقة ما، يؤمن بأن هذا النظام السياسي نظام
فاشل، هذا النظام السياسي نظام غير وطني، هذا النظام السياسي لا يحقق أمال العراقيين، ويقول لكن لا يوجد حل لذلك. لكن لاحظت من تغير لهجة الخطاب بعد هذه الجريمة أن من كان يقول هكذا بدأ يدعو إلى ماذا؟ بدأ يدعو إلى التغيير بالقوة. أضرب لكم مثال فقط، يعني هذا الكاتب يقول الدولة والحكومة والبرلمان في العراق غير شرعية. طبعا هذه مرحلة مهمة أن نصل إلى، احنا قلنا غير شرعية من البداية، ولكن بقي كثيرون يقولون فيها على الأقل قدر من الشرعية اللي ممكن أن نبني عليه، وهو بناء على لا شيء. المهم، وغير قادرة على تسيير منظومات الدولة والسيطرة عليها لصالح المجتمع، هذا واقع. مؤسسات الدولة والحكومة باتت منتجة للأزمات والكوارث والفساد المستدام، لذا وجب على الشعب العراقي تغييرها بالقوة. هذا الكلام بدأ يجد الآن له متسع، بدأ يسمع، بدأ الناس تتعامل معه بعد أن كان يعد نوعا من الخيار غير المرغوب، غير المطلوب، غير المحبذ وما إلى ذلك. ليش؟ نجي هنا على الأسباب. ما هي الأسباب التي يذكرها هذا الكاتب؟ هي الأسباب التي نذكرها دائما، وهي التي يبحث عنها الشعب العراقي الآن، وهي لاسترجاع كرامته وسيادته وحكمه على العراق الذي غابت عن أرضه الإنسانية وحكم القانون. إذن العراق الآن في ظل ما يسمى النظام السياسي القائم بعد الاحتلال، ليس فيه إنسانية، ليس فيه حكم قانون، ليس فيه كرامة، ليس فيه سيادة، ليس فيه عيش آمن. الكوارث والأزمات والفساد مستمرة يوما بعد يوم. إذن حصيلة هذا النظام السياسي هو التداعي. هذا النظام السياسي يحتاج إلى جهد، لا أقول كبيرا، ولكن يحتاج إلى جهد مركز ومنظم، وإلى تفهم دولي عالمي إقليمي لحقيقة ما يجري في العراق. لا ندع هذا النظام السياسي يغطي على ما جرى بكل سهولة ويسر. يعني دفعة بسيطة جدا، يسيرة جدا لهذا النظام ويتهوى، ولكن كيف تتحقق هذه الدفعة؟ لن تتحقق إلا ب، خلينا نقول، عودة الوعي كما قالوا سابقا، عودة الوعي للأقلام، للعقليات، للكتاب، للمفكرين، لبعض السياسيين، من أجل أن يقولوا إلى هنا ونتوقف، هذا النظام لا يمكن إصلاحه. وكلمة أخيرة، لا يوجد في العراق، أو لا توجد في العراق مؤسسات دولة. مؤسسات الدولة انهارت في عام 2003 بغض النظر عن مدى تقييمنا لهذه المؤسسات، ولكن ما جرى بعد عام 2003 هو نظام سياسي مؤسس على أساس عصابات تمسك بالسلاح وتنظم عملية النهب المنظم والمستمر لثروات ومقدرات العراقيين. والعذر دائما جاهز. يعني ذاك اليوم أحد السياسيين تكلم كلمة قوية فيما يتعلق بجرائم الميليشيات وغيرها، وفرح بها الناس وطبلوا لها، لكن حتى هذا المتكلم عندما أراد أن يحمي نفسه لأنه في ظل نظام سياسي مو مستقل تماما، قال ولعل هذا من الإرث السابق. طيب، إرث سابق على عين وعلى رأس، سنة أولى نقبله بعد الاحتلال، سنة ثانية نقبله، سنة ثالثة، أربعة، خمسة، إذا حد يزيد 6-7، لكن بعد 18 سنة من الاحتلال نتحدث عن الإرث السابق؟ يعني راح يصير ربع قرن من عمر العراق، اقتربنا من 5 قرن، راح يصير ربع قرن بعد كم سنة بناء على ما مجريات ما يجري الآن والتحضير للانتخابات. ربع قرن وتتحدث لي عن ما تم سابقا أو ما جرى سابقا أو ما كان سابقا؟ إذن إخواني، لا يعول على أي نظام سياسي قائم في العراق الآن لأنه غير موجود أصلا، وإنما هو نظام كما قلت، نظام العصابة التي تنسق بين أطرافه وأعضائه طبعا، ولكل طرف ولكل عضو منهم تقييم خاص وقدر خاص وحساب خاص. فإذن تداعيات جريمة ابن الخطيب للأسف أقول من الناحية السياسية إيجابية في تدعيم الطرح الوطني، في إثبات مصداقية طرح القوى المناهضة للاحتلال، ولعلها
تدق جرسا كبيرا هذه المرة للعراقيين على الجريمة الكبيرة التي قد يرتكبونها إذا ساندوا هذا النظام السياسي وانخدعوا به في أي مرحلة سياسية قادمة. بارك الله فيكم وأظهر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور مثنى حارث الضاري على هذه الكلمات وبيان التداعيات لجريمة مستشفى ابن الخطيب. وفقط أحب أن أبين شيء صغير، أن العراقيين الآن لديهم قناعة كاملة أن من يذهب إلى المستشفيات فهو يذهب باتجاه طريق واحد، طريق الذهاب بلا عودة، وجاءت هذه الحادثة لتعزز هذا اليقين عند العراقيين. والآن نفتح باب المداخلات والأسئلة من السادة الحضور. الآن نحن أمام عتاب كشف وتعريات لهذا النظام السياسي بشكل أفضل وبشكل أوسع، خاصة ونحن أمام جرائم ترتكب وآخرها هذه الجريمة الكبيرة التي أقضت مضاجع العراقيين وساهمت في زيادة المعاناة الإنسانية. لكن مع ذلك أنا أيضا أقول، وكما تفضل فضيلة الدكتور مثنى الضاري، أن نحن أمام واجب أخلاقي، وهذا الواجب الأخير يتحتم علينا أن نمضي قدما في كشف وتعرية أساليب الحكم في العراق، أن نمضي ونتكاتف جميعا كمنظمات وكهيئات وكأحزاب وطنية وناهضة للاحتلال، أن نعمل على أن تكون هناك إرادة حقيقية وطنية في مجابهة هذه الأحداث. حالنا اليوم كمن يقول في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا، وحال الحكومة يقول أيضا، لكن من الشعر الحر: انسى الجريمة بالجريمة. السؤال للدكتور مثنى: كيف نصل بحالة الوعي العراقي إلى نظم هذه الجرائم لتكون سلسلة إدانة أو موسوعة وعي للشعب؟ والسؤال للدكتور عبد القادر النايل: في عرف الصحافة والإعلام، في غرفة الأخبار هناك مدير أخبار، وفي الصحافة هناك رئاسة التحرير. إذا أخطأ مصحح أو مونتير أو مصمم تكون المسؤولية على رئيس التحرير. لماذا هذه الحكومات على مدى 18 عاما في مأمن من العقاب وفي مأمن من السقوط، مع أنها هيكل خاوي آيل إلى السقوط؟ شكرا لك. شكرا جزيلا. أستاذ محمد فضل. سؤال مؤكد أن النظام السياسي باقي كما هو غير مكترث. نعم، يحاول أن يمارس الخطاب والتسويف وضحك الدقون وضحك البسطاء، لكن أنا أقول إلى أي مدى ممكن أن تشكل يعني كارثة مستشفى ابن الخطيب ضاغطا على الحكومات الدولية. معروف النظام السياسي في بغداد محمي من الأنظمة، من الحكومات الدولية، لا تريد لها نظام ميدانية. إلى أي مدى يمكن لهذه حادثة مثل أو كارثة مثل كارثة ابن الخطيب أن تشكل ضاغطا على الحكومات الحاضنة لهذا النظام السياسي وتدفعها باتجاه أنها تتخلى عن الأصابة في بغداد؟ والسؤال للدكتور مثلا. شكرا جزيلا. دكتور أيمن. سؤال للأستاذ عبد القادر. يعني ذكرت قرائن على جريمة ترقى أن تكون أدلة، ما مدى جدوى تقديم دعوة قضائية في هذا المجال؟ هذا سؤال. والسؤال الشق الآخر للدكتور مثنى: من هذه الجريمة أو من غيرها من الجرائم الكثيرة حقيقة التي حدثت في العراق، كيف تقيمون أو ما هي الضغوط الفاعلة التي تستدعي حضور الضمير العالمي للقضية العراقية؟ شكرا. شكرا جزيلا. أسكرت العملية السياسية لأنه شكل تحت سطوة سلاح المحتل، وبالتالي هو أوعز له حتى يتم استمراره بتشكيل الميليشيات المسلحة. فلذلك نرى أن جميع الأطراف السياسية تمتلك ميليشيات مسلحة لديمومة بقائها،
وبالتالي من خلفهم سلاح المحتل الذي دمر مدن من أجل بقاء هذا النظام. وبالتالي هو أيضا وصل إلى مرحلة فشل ذريعة، بدليل حقيقة ما يجري الآن من انسحابات في أفغانستان بعد 20 عاما، ربما سنشهد هروب للمحتل أيضا في العراق بعد فشل النظام السياسي ونحن على أعتاب 20 عاما القادمة. ما يخص الدعوة القضائية هي التفاتة مهمة وذكية، وبالتالي القانون واضح تماما في أنه ينبغي أن يعتقل هؤلاء بدءا قبل التحقيق، يعني قبل أنه يتم تقديم أي أدلة، هؤلاء في القانون ينبغي أن يعتقلون ثم يجري عملية التحقيق وتقديم الأدلة. وهي حقيقة لأنه احنا الآن أمام لا وجود لسلطة قضائية في العراق، لأنها مسيطرة عليها من قبل الأحزاب، وللأسف الشديد الادعاء العام الذي يمثل الشعب في كل أنظمة القضاء في البلدان هو يعني متهاون ومتعاون، لأنه الأحزاب السياسية من شكلته، وإلا كان يفترض هو أن يقيم دعوة في المحاكم العراقية لاعتقال هؤلاء. لذلك هي حقيقة دعوة، ربما هي ليست واقعا سيتم اتخاذه، لكن أقل تقدير إقامة الحجة على ذوي الضحايا اليوم في مستشفى ابن الخطيب، تقديم دعاوى إلى المحاكم. يعني هي بالتأكيد المحاكم لم تفتح أبوابها لا إلى مختطفي الصقلاوية عوائلهم، ولا إلى حادثة عبارة الموصي، ولا إلى غيرها، لكن هي فقط لإقامة الحجة، لأننا في الأسف الشديد لا نمتلك في العراق سلطة قضائية مستقلة. ولهذا السبب حقيقة أنه القرائن الموجودة هناك أكثر منها يمكن أن يرويها ذوي الضحايا في مستشفى ابن الخطيب، لكن إلى هذه اللحظة هم يعلمون تماما أن القضاء فقط خاص للجهاز الحكومي وليس للشعب. ذكرنا بعض الأفكار، وذكر الآن الدكتور أيمن فكرة وعقب عليها الأستاذ عبد القادر النايل، والأفكار كثيرة في هذا المجال، ولكن كلكم يعلم، وبعضكم قالها مثل أخ محمد نصير، أن النظام السياسي القائم في العراق فضلا عن العسكرة هو نظام سياسي توافقي قائم على أساس الرعاية والحماية الدولية والإقليمية. لا يمكن للنظام السياسي العالمي ولا الإقليمي ولا العربي الرسمي أن يخل بأي شيء في هذا النظام السياسي المشكل أمريكيا، المرضي عنه أمريكيا، والمرضي عنه والمدعوم إيرانيا. يقولون السياسة فن الممكن، صحيح، ولكن لما لا يكون الممكن بأقصى درجات وأقصى أقصى درجات البعد والقرب، وأقصى درجات الألم والتنكر لمشاعر العراقيين، لا يطبق إلا في العراق؟ فن الممكن لم يطبق إلا في العراق بكل تفاصيله. كيف؟ صراع أمريكي إيراني على كل المستويات، وتوافق في العراق على حساب العراقيين، احتلال قائم واحتلال مبطن، يعني احتلالين في العراق ولا أحد في العالم يتحدث عن احتلال، عدم شرعية للنظام السياسي القائم ولا أحد يتحدث عن عدم الشرعية، بينما في أماكن أخرى تغيير في بلد ما من أبناء البلد بغض النظر عن صوابية أو عدم صوابية هذا التغيير تنزع الشرعية عنه، ويجد من يستمع لدعاة عدم الشرعية وهم على حق ونحن معهم، ولكن هناك مفارقة. التدخل في سياق عمل ما في دولة أخرى، تصريح ما يعد انتهاكا لسيادة هذه الدولة، وفي العراق تنتهك السيادة جوا وبرا وبحرا، ويسرق العراق ويقتل أبناؤه، وأي كلام لا يعد كلاما مقبولا ومعقولا وسياسيا، وإنما يعد تدخلا في الشأن العراقي. طيب، دول عربية مختلفة ومتناحرة ولكنها متفقة على دعم النظام السياسي والعملية السياسية في العراق، يختلفون في كل شيء ولا يتفقون إلا على هذا الموضوع. أمم متحدة تتدخل في كل قضايا العالم بالقدر المسموح لها، ولكنها لا تدخل في الشأن العراقي، لأن القدر المسموح
لها به في العراق أضيق من المساحات الموجودة في بلدان أخرى. عصابات تحمل السلاح في بلدان أخرى تعطى الشرعية ويتم التعامل معها على أساس أنها تحكم وأنها تمثل جهمة، وخير وسيلة للتفاهم معها هي المفاوضات، وإن كانت هذه المفاوضات تدوم سنوات وسنوات وسنوات. بينما في العراق اللي عبر عن صوته عن رأيه السياسي بطريقة كما يقولون ديمقراطية وضمن محددات الدستور الزائف يعد خارجا على النظام ويعد إرهابيا ويقتلع له وحده، وإنما هو البيئة الحاضنة له، هو البيئة الحاضنة له، لأنه يبدو أنه أثر الأثر هنا غير قاصر متعدي على خلاف كل القوانين الشرعية والوضعية. فإذا في العراق نتحدث عن فن الممكن وفن اللا ممكن، كله جاري في العراق ومطبق في العراق. فمهما تحدثنا ومهما طرحنا من وسائل ومن سبل في السياق السياسي لن يستمع أحد لنا، ولن يغير هذا النظام السياسي إلا بناء على نظام آخر يحقق مصالح كل هذه الأطراف المتشاكسة. وإلا بالله عليكم، بغض النظر عن كل ما قيل عن النظام السياسي، تكاد تكون حكومة الاحتلال الثامنة هي أسوأها وأضعفها وأقلها قدرة حتى على التعبير عن نفسها، يعني لا يكاد يبين بهذه الطريقة أقول رئيس الحكومة، ولكن له أرباب المتشاكسون في رعايته وخدمته وما إلى ذلك. فإذا لا يرجى من الطريق السياسي شيء، ولكن إذا لاحظتم ركزنا على الجوانب الأخرى، هناك عمل كبير جدا في المستويات الثقافية والاجتماعية والصحية والإنسانية، على الأقل أنه نؤثر على نظرة العالم للعراق. للأسف الإعلام الغربي والعربي يعرض العراق بصورة وردية، وللأسف هذا غلب على الإعلام وبدأ يصدقه حتى النظام الشعبي العربي المتعاطف كان مع العراق، عندما يرون البرامج والأفلام والمسلسلات والصور المزوقة عن بغداد وعن غيرها التي تظهر فقط الأضوية والبنايات الحديثة وما إلى ذلك، وتخفي المشاهد المؤلمة التي يعاني منها العراقيون. شغلنا على هذا الجانب، الضغط يكون في تصوري من هذا المنطلق، وإذا استطعنا أن نصل إلى مرحلة أنه نشجع العراقيين على الحديث بصراحة على كسر الحواجز بينهم وبين الجهات والمنصات والأدوات والطرق التي ننتهجها في القوى المناهضة للاحتلال، نقول قد حققنا تقدما كبيرا. لما؟ لأن هذا سيضغط من الداخل ويضغط من الخارج. كثير من المنظمات اللي كنا نتعامل معها وتتعاون معنا في الجوانب الإعلامية والثقافية والإغاثية والإنسانية وغيرها انسحبت نوعا ما من العراق، أما بضغط دولها أو بضغط المنظمات الدولية أو بقناعات شخصية أن الأوضاع استقرت في العراق. وللأسف هذه القناعات الشخصية ينبغي أن تهز. فإذا وسائل الضغط كثيرة ومنها هذه الندوة. وأختم وأقول ينبغي أن نركز على الوقائع والحقائق لا على الدفاعات وعلى ما يقال. قلتم بعض الأفكار الجميلة اللي أستطيع أن أقول منها أن القتل ليس شرطا أن يكون عمدا حتى يقتص من الجاني، والقتل بالتسبب أحيانا وليس قتلا عمدا، ولكن القتل بالتسبب مع العلم ومع الاستمرار عليه ومع التقصير في اتخاذ الإجراءات المانعة منه يصل إلى درجة العمد. احنا الآن كأمة مسلمة كعراقيين ونقتل بالتسبب، هل فعلنا شيئا للعالم؟ هل آذينا العالم؟ هل شكلنا خطرا عليه؟ ليس بالتسبب فقط وإنما بافتراءات كاذبة. وكذلك ما يفعل معنا الآن كقوى مناهضة للاحتلال، طريقة التشويه وطريقة الاتهامات وطريقة التخويف وطريقة الإبعاد عن البلد، يسعون بكل وسيلة لإبعاد الأصوات الحقيقية الوطنية الحرة عن أن تتحدث أو أن تعيش في بلدها وأن تكون بين أبنائي وطنها. أعتقد بأنه الآن نستطيع
من خلال حادثة الخطيب، مع أنها مؤلمة، أن نجسر هذه الهوة بيننا وبين أبناء الشعب العراقي جميعا. وأختم أنه هناك مؤشرات كثيرة، لكن للأسف لا يلتفت لها كثيرون ويتعمد بعض الناس إغفالها. المزاج الشعبي العراقي الآن في الداخل تجاوز كثيرا من المحددات والتوصيفات والإطلاقات والقيود التي ما زال السياسيون يعيشون داخلها. هم يعلمون تماما أنها قد الشعب تجاوزها، ولكن كأنهم لما يجلسون الآن ويظهرون على المنصات ويظهرون في القنوات الفضائية يتحدثون عن القواعد العامة وكأننا في السنة الأولى من الاحتلال، وكأن الشعب العراقي بمكوناته على أخبة الحرب الأهلية، كأن الكل يسل سيوفهم من أجل أن يقتص من الطائفة الفلانية المكون الفلاني، وهذا غير واقع. هذا موجود فقط في أدبيات القوى السياسية، في العملية السياسية، في النظام السياسي، وعلى شاشات الفضائيات المروجة لهذه الأحزاب والكتل والممولة منها. أما حديث الناس الصريح نسمع من خلال شهادات الناس الأبطال اللي وقفوا بعد وقوع الحادثة، في الليل كله قضوا الليل كله يساعدون يطلعون الناس من المستشفى، ثم في الصباح وقفوا أمام كاميرات الإعلام ووسائل الإعلام يتحدثون عن هذه المأساة ويبرزون الجهود التي قاموا بها وينتقدون ويتحدثون بصوت عالي. هذا هو المواطن العراقي الذي نريده. الآن نستطيع أن نقول بأنه بدأ الستار ينكشف شيئا فشيئا عن عيون وقلوب وعقول العراقيين بعد تراكم هذه الجرائم. فينبغي علينا العمل والسعي بكل قوة من أجل أن نأخذ بأيديهم للوصول إلى على الأقل شعور وطني جامع، وصف وطني جامع لما يجري في العراق. فهناك تطور، ولكن هذا يحتاج إلى جهود أكبر. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا للدكتور مثنى حارث الضاري على ما قدم، وشكرا للأستاذ عبد القادر النايل على ما قدم، وشكرا لكم أحبتنا الحضور على حسن استماعكم ومشاركتكم ومداخلاتكم، وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.